لمناقشة الفساد السياسي والاقتصادي في العراق والذي يتفشى بشكل أكبر خاصة بعد الاحتلال الأمريكي للعراق، ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول حسين السبعاوي الكاتب والباحث السياسي. أستاذ حسين مرحبا بكم. لنبدأ من صحيفة المونيتور الأمريكية حيث قالت إن مساعي ملاحقة الفساد تصطدم بامتيازات وحصص الكتل السياسية. إذا كانت المحاصصة واقعة أستاذ حسين وبالتالي يتم مراعاتها، هل ترى أن حراكا حقيقيا ضد الفساد يقوده الكاظمي سيؤتي ثماره؟ لا أعتقد مستبعد أنه سيكون حراك الكاظمي يؤتي ثماره في معالجة الفساد، لأن الفساد المنتشر في العراق في أعلى هرم الدولة. نعم. يعني فساد موجود في البرلمان، فساد موجود في الكتل السياسية، فساد موجود في الوزارات، في الهيئات المستقلة. كل هذا من الصعب على الكاظمي، وهو نتاج هذا النظام، هو لم يأتي من خارج هذا النظام المستثري فيه الفساد. هذا واحد. ثانيا أنه لا ننسى أنه الفاسدين اليوم في حقيقة الأمر هم أقوى من رئيس الوزراء نفسه، ولهذا السبب رئيس الوزراء لا يستطيع أن يصل إلى الخط الأول والرؤوس الكبيرة الفاسدة في الدولة العراقية. لحد هذه اللحظة ما نجده من أعلام يعني ضخم هذا الموضوع كبير جدا، ولكن هو لم يعتقل إلا 3 أو 4 شخصيات متهمة بالفساد، في حين هناك ليس مئات بل الآلاف من الشخصيات والمسؤولين في العراق متهمين بالفساد وثابت عنهم الفساد. فالدولة العراقية في هذا المفصل الفساد. نعم. في هذه النقطة أستاذ حسين، يعني لو كان الكاظمي جادا في موضوع محاربة الفساد، لماذا تصدر مذكرات التوقيف والاعتقال بحق صغار الموظفين الذين لم يسمع عنهم أحد، وبالتالي مقابل أسماء يعرفهم كل عراقي بأنهم متورطون بالفساد؟ ما سبب في ذلك؟ هذا دليل على عدم الجدية أولا. يعني دليل عدم جدية السيد الكاظمي في مواجهة الفساد وعدم قدرته أيضا. يعني لو كانت لديه الرغبة ليست لديه القدرة، هذا ما يجب أن نعلمه. فأعتقد السيد الكاظمي ليست لديه القدرة على مواجهة الفاسدين في الدولة العراقية، لأنهم هم الأقوى وهم المتمكنين أكثر. من أين جاء الكاظمي؟ ليس من هذا البرلمان الذي صوت على حكومته. يستطيع نفس البرلمان المتهمين فيه بالفساد أن يحجب الثقة عن الكاظمي ويعزل الكاظمي وتنتهي كل هذه القصة. فأعتقد المنظومة في العراق تحتاج إلى أصلاح شامل وليس إلى أصلاح جزئي وترقيعي، ومن ثم تضخ القنوات الإعلامية بأن هناك حملة كبيرة لمواجهة الفاسدين في العراق. هذا أمر أعتقد أخذ مساحة إعلامية كبيرة، في حين النتاج على الأرض يعني النذر اليسير. أستاذ حسين، البنك الأوروبي صرح بأن الحكومة في بغداد يمكن أن تنضم إلى البنك، وذلك بسبب تردي وضعه الاقتصادي. برأيكم في ظل هذا الفساد المستشر في العراق، هل يمكن للعراق أن ينضم لهذا البنك؟ يعني أولا أنا أعتقد أنه البنك الأوروبي وقبله البنك الدولي، هذه المؤسسات الدولية هي مؤسسات انتهازية مصرفية ربوية تريد مصالحها فقط، تقدم مصالحها. لكن السؤال الأهم هو أليس من العيب على العراق أنه يذهب إلى هذه البنوك الدولية وهو أغنى منها، سواء في الموارد الأولية والموارد الأساسية، لديه متعدد يعني تنوع كبير في مصادر المال، ومن ثم يذهب إلى البنك الدولي أو إلى البنك الأوروبي. هو البنك الأوروبي ليس محتاجا للعراق يعني حتى يتعامل معه، بل هو محتاج إلى سرقة هذه الأموال سواء من خلال الاستدانة أو من خلال استثمار، وهذه هي النتيجة التي يجدها العراق، إفلاس مع عدم استثمار ونتائج سلبية على المستوى الاقتصادي الشامل. أستاذ حسين، هناك أحاديث يعني تتوالى عن قروض جديدة للعراق، وذلك من أجل يعني حل أزمته الاقتصادية، لكن هنا تعتقد أن الجهات الرقابية تعمل على الوجه الصحيح حتى تزيد قروض العراق بقروض جديدة يعني تنهك الكاهل، كاهل العراقيين، المواطن العراقي البسيط؟ يعني لو نجي انه كم العراق طلب يعني حجم القروض التي طلبها العراق، شخصيات سياسيه تمتلك اكثر من هذا القرض كاملا. هذا الامر معيب على العراق انه يطالب بقروض ولديه النفط والغاز والموارد الزراعيه والتجاريه والاقتصاديه والصناعيه والسياحيه ايضا،
كل هالموارد هذه ثم يذهب إلى يقترض، هو هذا الأهم. معيب على رجال الدولة وعلى القائمين على الدولة العراقية أن يذهبوا إلى الاقتراض أمام كل هذه الموارد. إذا كل هذه الموارد وذهبت هدرا وفسادا، ما الذي سيأتي به القرض 15 مليار أو 20 مليار؟ هذه لا تساوي شيء أمام حجم الفساد اللي موجود. فلا أعتقد ستعالج مشكلة العراق بالقروض. أعتقد مشكلة العراق هو مواجهة الفساد مواجهة جادة حقيقية حازمة من قبل الدولة العراقية، وهذا مستبعد لأنهم جزء من المشكلة وليس جزء من الحل. أستاذ حسين، موقع بوزفيد النيوز الأمريكي يقول إن مصرفي دويتشه وأمريكا أرسلا حوالات مالية بمليارات الدولارات للميليشيات، تقدر هذه الأموال كما تحدث عنها التقرير قبل قليل تصل إلى نحو 4 مليارات دولار. كيف حولت هذه الأموال؟ ألم تكن هناك رقابة عليها من قبل الحكومة على أقل تقدير؟ يعني البنك الأمريكي والجهة التي مستلمة عراقية، نعم، والولايات المتحدة لها هيمنة كاملة على العراق وتدعي أنها محاربة الإرهاب، كيف وصلت هذه الأموال؟ إذن هناك غلطة، هذا واحد. علينا نحن كعراقيين أن ندرك بأن منظمة داعش والميليشيات هي ليست منظمات وطنية ولا إسلامية ولا يهمها مصلحة الشعب العراقي. هنا نعرف أن هذه المنظمات لأي جهة تنتمي ولأي جهة تعمل ومن المستفاد من عملها. هذه شركات مساهمة استفادت منها أمريكا وإيران، فبالتأكيد بعض المصارف الخاصة تتحول لها أموال ويغض الطرف عنها من قبل المؤسسات الرقابية والأمنية في تلك الدول. من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي حسين السبعاوي، شكرا جزيلا لكم.